وحده. جمعوا مراد وعبد الحق. اسمعوني منيح انت وياه وياه. نقلعوا. يلا يلا. يا ادعي لربك انه ما يكون مات. ما مات لا تخاف. لو بدي اقتله كنت قتلته من زمان. ولكن النفس اللي بتاخده انت حرام. شبنا اتصلنا فيك لتجي تاخد زلمتك. حتى تليفون ما كان إلا خلق تحكي. ابني انت واحد فاضي اشغال. الزلمي تبعك اللي فاضي اشغال عم بيتصل بالشرطة ويخبر عن رجالي. اذا بدك تحكي شي احكي مع هاد الختيار مو معي. خلصنا خلصنا. اتركوني على هدول الكلاب خليني ورجيهم نيمتن. شو رأيك تطب لسانك انت التاني؟ عطين ابني لهي المرة. انتو جيبولي ابني وبقالكن على الوراق اللي بدكن اياها. اغا المرة قاضية كله مرتبتو الندلة ليلى. انت رجال مين؟ مراد اشتراك الك كمان؟ جاوبة الهان جاوبة. جوزت حدودي اغا. يلي بتقوله بعمله. ماشي ست انجي اتفقنا. رح اعطيكي ابنك وبتوقعي الاوراق. بدي ماشي اليوم رح اجيب لك ابنك. معك 24 ساعة وإلا بتنازل عن اسهمي لواحد تاني. يا آغا هاي المرة مجنونة. لا تحكي بدون ما تفكر. نحن بناخذ الاوراق وبعدين يعلى وانجي ومراد ويصطفلوا. طلع فيني اوعك تترك ثغره. خلي غيرك يعملها. ايه يا ندل. في خوان كتير من شكلكم. مين منكم بدي احفظ لاحفظ؟ قرش انا اللي بكون اخينك وانت اخذ لك رجلك. كلامك مزبوط بس انا صار دورنا. وقفوا وقفوا يا سفله وقفوا. انتوا عملاء مين انتوا؟ انا قلت لكم احرسوه قلت لكم اضربوه. نقلعوا من هون. نلع يلا نلع برا.
السفينة بتحط عنده واحد بده يصل على قنديل اللي عايش. زلمتكم مراد عالم دار شو عم يقول عني؟ اوف ليش شو في شي غلط باللي عم يقوله؟ سيد اشرف يمكن انا براعي مصالحي بس ما اعتبرت ولا مرة انه مصالحي بتتناقض مع مصالح وطني وامتي. سيد متى بلغناك بانك لازم تقعد على جنب بس انت مصر تتدخل بكل قضية عم تصير. الزلمة تبعنا عم يشتغل بمكافحة الإرهاب وانت عم تلعب من وراه. هلأ كل اللي بيعمله مراد عالم دار صح؟ شان أقول لشهميران فادنا ولا ضرنا برأيك؟ سيد متى أنا حاولت دافع عنك بكل محل وأسوأ شي بالموضوع أنه ما بقى عندك شي يدافع عنه. انت قربت تخسر كل رصيدك. الدولة ما بتنترك لمبادرة شخص واحد، إذا انتركت بيصير يشتغل على كيفه، بعدين الدولة من وراء هالشي راح تخسر كل شي. انت يلي عم تقوله حاسبين حسابه لا تشغل بالك. هلا شو بدك مني؟ احكي بصراحة. انا ارتكبت اخطاء بس ولا خطأ منهم كان في خيانة ابدا، كان خطأ واخدت الدروس اللازمة من هاي الاخطاء. دولي يا اشرف ما ربتني حتى اقعد واتفرج عجنب شو عم بيصير. عم اسألك مرة تانية شو بدك مني؟ يا اما بتفهموا لهذا مراد مين انا او اجمعوني معه لحتى فهموا بطريقتي الخاصة مين أنا. زازا خلينا ننقذ كارا وبعدين بنحكي بقصة نهاد. ليش مين نهاد؟ أنا ما عم أتذكر هيك واحد. زازا بس جمال القديم ابن ضيعتي. كرمال خاطره كارا أنقذ لك حياتك بس ابن ضيعتك هاد راح وباعوا لكارا. عالم دار انا لليوم هاد ما سبق وبعت حدا وما راح بيه جمال هالمرة وما بدي كمان انه كارا يموت. بس هلا ما حدا بيحسن يوصل لجمال، الشغلة مو سهلة منوب. انت وجمال عم تشتغلوا سوا مو هيك؟ راسي عم يطن كتير لما بينذكر اسم جمال بشوفك بعيوني ولما بينذكر هذا التاني بشوف ميماتي. انت ساعدني وخليني انقذ كارا وانا رح اعوض لك ضررك بطريقة تانية. شو عملتوا معلم؟ قال ما حدا بيقدر يوصل لجمال بس مو هيك عم يحكي نجدات. ليش هدول من اللي صار لهم بيعرفوا شو عم يحكوا يا ترى؟ نجدات معلم بروحوا بصوف زلمة زمال بس بتعرف. لا روح مع خالك لحتى يجي جمال. انتوا ليش عم تخلوني اعمل هيك؟ اخ انا اللي عم اكل الضرب بالاخير. يلا يلا. راسي مرة كنت مع كينان ضربني ورماني من السيارة وفي ست هي وزوجها مارقين حملوني ونقلوني على المشفى إسعاف. يا ريت تدوري عليهم. تتذكري بأي مشفى؟ لا ما بتذكر. بيكون مسجل بمشفى مراد من وين تحولت لعندهم، بتعرفي من هنيك. ماشي. كنت مفكرة ميماتي رح يجي اليوم. تركينا هلأ من ميماتي، شو ما صار إلا ما رح يجي يشوفك. سلوى
رجاء ركزي هلأ على اللي عم بسألك يا فكري منيح. كل تفصيل بيتعلق بكنان مهم. أنا عم حاول أمحي من عقلي وأنت بدك تذكريني فيه، معقول؟ تذكري هلأ لتمحي طول عمرك. ليش بعت لك على هاد البيت؟ رحتي عليه من قبل؟ رحت عليه مرة، عزمني على هذا البيت حتى ما يقتلني ببيته. هاي غريبة كتير، يعني شو الفرق بين بيته وهاد البيت؟ يا ترى عنده شي حساب تاني؟ ما لاحظتي شي خلال الكشف؟ مثل ما قلت لك طلبت كمبيوتر ولنشوف إذا في شي، بس ما لقينا أي شي، كلها شغلات عادية. سيدي الرئيس، زازا بعت خبر قال بده يشوفك مشان يبعت مصاري. لك شو مفكر حالك عملت؟ شلون بتنكش قبر طفل؟ سيد متى، لعلمك هدول قتلوا لي ابني، انا على القليلة ما عملت شي بالعايشين. مو هنن اللي قتلوا لك ابنك، ابنك هو يلي خلى بنت تقتله. اذا بدك تقطع فاتورة هالشغلة بتخبرني الي، لا تتدخل بالميتين وبالقبور. سيد متى، بفضل هالشغلة رح اخذ اسهم المجنونة، يعني رح تكون الجريدة كلها إلي، وبعدين رح أخذ رواحهم كلهم. أنت زبط وخذ الجريدة وترك الباقي علي. اليوم كان عندي خطوة مهمة كتير، لازم أرجع أسس للمكانة تبعي، لازم نجتمع مع محاربين القدماء، وأنت مهمتك أنك تسمع صوتنا لكل تركيا. خالي، أنا عم بقول خلي مراد وزمال ينثغلوا ببعضهم ونحن منروح منخلص على نهاد. مين نهاد؟ خالي، مطولة هالمزحة؟ روحوا من وشي هلأ، حضروا المصاري للروح، بس حكوني جوهر قبل إيه؟ فأث مخه. معك حق. شو وين غاطت لك ورجع وغرق بالقمار هاد؟ صار وضعه أحسن. منشكر الله ومنحمده. أنت راجع على الشغل؟ عند اللزوم باخد تقرير، قد ما لازم ابقى رح ابقى. بيكون أحسن. قديش رح نضل هون؟ رح نخليكم كم ساعة. يا روحي. الهان، هني بالمشفى تبع مراد. شو نعمل؟ انت شو لك شغل هنيك؟ اختفي بسرعة. اسمعني بس، اطلع خلي رجالك ياخدو. امرك اغا. جوهر مرة تانية. خالي، تليفونه مسكر. عم تكذب علي، لا تشوف. الرقم المطلوب مغلق حاليا، رجاء الاتصال لاحقا وشكرا. يا حضرة الست، بس سؤال، جاوبيني بس، شو هذا مغير رقمه ولا شو؟ اسمعي يا ست، مغلق حاليا، الرجاء الاتصال لاحقا وشكرا. خالي، دخيلك لا تعمل هيك معي، راح تخليني ابكي. دورت عليه عند قدر شيء؟ روحوا شوفون هيك. يلا شو بدنا نعمل؟ والله ما بعرف، فكرته عم يمزح معنا. قلت لك طائق عالو هالمسكين. We'll be right back.
جمال؟ الرئيس جمال مانو فاضي. لك شو يعني مو فاضي؟ نحن شو عم نعمل هون؟ خذني لعنده. الرئيس أصدر لي أمر، قال لي خذ المصاري. إذا ما في رئيس ما في مصاري. تعال ابني تعال. بتقول لجمال خلاني أشوف بعيني إيه؟ شوف ها هاي الدولار والمار ورفقاتهم. شفت؟ هالمفاضي. يلا روح. خلينا ناخده ونكسر له راسه ونحقق معه. جمال كشفنا، عارف انه عم نستخدمه لحتى نوصل لكارا. ايه وشو رح نعمل؟ بدنا نراقبه. ليش في عنا حل تاني؟ انا قلت لك جمال ما رح يجي، بس برجعت له الصبي المصاري مشان يصدق ويخبره بلكي بيقتنع. تسلم يا زازا. زازا نعمل عرسنا وبعدين اعمل اللي بدك اياه. لمين؟ لنهاد. مين نهاد؟ زازا يا ريت ما تعمل شيء ل 31 ايار. بحزيران اعمل اللي بدك اياه ولمين ما بدك. يلا روحوا لعند قدر، انا رايي على البيت. خالي خلينا نوصلك على البيت وبعدين منروح. اجداد خالي، اتصل خالي زهر وقال صار بالبيت. روحوا جيبوا لي قدر، هي بتعرف اذا عم يلعب قمار ولا ما عم يلعب قمار ولا شو عم يعمل. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يسليك يا خالي. اعترف بخيانتك لشعبنا والجرائم اللي ارتكبتها بحق شعبنا. نحن مو مثل دولتك، رح نحاكمك بالعدل. ايه كتير منيح، بس قلي هلأ انت هون عامل شرطي ولا مدعي؟ يعني هدول شو بيقابلوا عند شعبكم؟ ما مليت من الاستهانة بشعبنا؟ هذا الشعب شعبي، كفحت سنين حتى ما تهينوا انتو ولا تسيئوا لألو. بس انتو ما حاربتوني إلي، جيتوا قتلتوا ابني بندالة. ها يا ترى كم أب وكم أم حرمتوهم من أولادهم؟ انت اللي عم تقلنا هالحكي؟ كم ضيعة حرقت؟ كم واحد قتلت؟ وكم زلمة بريء عذبته لحتى مات؟ بما انك سألت لأحكي لك بقى، بس سكر هالكاميرا بالأول. سكرها، ابعت الفيلم على تلفزيوننا، خليهم يقولوا انه توسل وانه هو ندمان وانه عم يطلب العفو من شعبنا ومن قيادتنا وبلا ما يطلعوا الصوت. ولك جمال انت بس خدني على قنديلي وانا اكيد رح احكي لك بعض الامور. فيك من هلأ ورايح تحكي شو ما بدك. اخ يا كارا، اخ 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 يا كارا اخ. في الباب. معلم إذا المحل مظبوط شغلتنا صعبة، وإذا فخ أصعب بكتير. فقال عبد الحي شبنا، لازم تضلك عم تقول شغلات منيحة ل 31 الشهر. عبد الحي لليوم ما بدنا، بس بالأخير بدنا نموت.
يلي بدي لك يا انه ما لازم نموت قبل ما نرقص بعرس ميماتي. شفت العالم كيف بتكون متفائلة؟ هذا هو يلي بدي اسمعه بالضبط. في وراي بالسيارة ثلاث اشخاص لاحقيني، خلصوا عليهم فورا. جهزوا حالكم شباب، يلا يلا امرك معلم. طلعوا بيعرفوا انه نحن لاحقينهم. معلم كارم مو هون، طلع فخ. تفاءل عبد الحي تفاءل. وينو جمال؟ ما بعرف. ايه هلا شو بدنا نعمل معلم؟ شو بيعرفي شو بدنا نعمل؟ ميماتي انت روح شوف سلوى، ليك مضت ساعة زيارة. ننقذ كارا وبعدها بشوفها. لك إذا ما منعرف وين مكانه كيف بدنا ننقذه؟ إذا بتصير متفائل بننقذه. أخي قدر الوضع شبك، إذا رحت لعند البنت شو قلا؟ بدل ما تقلي إلي أقول لها المسكينة تتفائل. بس أنا ما قلت لك خلي يقتل الرجال. سيدي لما بشوفوا رجال على مدار بيهربوا، وعندي جوز كلام للغبي زازا. قلي شو الوضع تبع المعابر؟ سيدي الرئيس بالتفتيش بكل محل، صعب نطلع من اسطنبول، وإذا طلعنا رح نطول كتير لنوصل للحدود. نحن طلعنا حيتان وقت حاصرونا، ما رح نقدر نطالع فارة؟ روح حاكي زلمتنا خلي يحضر حاله. أمرك سيدي الرئيس. يلا يعني احرق الدنيا؟ ليش هيك حاطه العقدة؟ ميماتي كرمال الله العديد علي ماشي؟ شو صار؟ تعبوك كتير بالعدلية؟ ميماتي بفضل انسجن طول عمري ولا يذكروني بهديك اللحظة ابدا. ليش عم تحكي هالحكي؟ انا انسجنت لانسى هديك اللحظة مشان اتركها وراي وطهر ضميري. هالشغلة ما بتنتسى بالسجن، بتصير هالشغلة هي السجان وبتنحبسي معها طول العمر. لازم تطلعي من شان تنسي. ماشي ميماتي يلا طالعني لشوف. انتي صدقيني وانا رح طالعك. ميماتي بكفي هيك حاجة احلام. سلوى اجمل حلم كنتي تحلميه هو انا، وشوفي تحقق حلمك.
هذا كان غير، لأنه عملناه بإرادتنا مو هاد. وهذا كمان رح يتحقق. ميماتي لا تزيد على قلبي، أنا تعباني وأنا بحاجة ارتاح شوي. قدمنا أكبر تضحية في سبيل وطننا، غامرنا برواحنا، وهذا الشيء بيشعرنا بالفخر. الشيء الوحيد اللي بدنا اياه من دولتنا إن ما تنسانا وتسمع صوتنا وتتعاطى مع مشاكلنا بجدية أكتر. طالما دولتنا وأمتنا موجودين ما حدا رح ينساكن. انتو أمثلة حقيقية على عظمة أمتنا، أمثلة على حب شعبنا لوطنه. انتو عماد هذا الوطن، انتو كنتوا رفاقي بالسلاح. أنا ما كنت محظوظ مثلكم، ما استشهدت ولا تصوبت. الإصابة في سبيل الوطن شرف كبير كتير، بس أنا سعيد جدا بوجود رفاق سلاح إلي مثلكم. سيدي جانا خبر من زلمتنا، هالكارة بين ايدين المنظمة. ايه قلن يخلصوا عليه، ما بدي اي غلط. ايه حاضر مالي. لا تواخذوني، انا كمان مهموم مثلكن. بدل ما خليكن تحكوا، لما شفتكن قدامي انا صرت احكي. يلا تفضلوا يا شباب، فيكن تحكوا للصحافة مشاكلكن. سيدي دولتنا كبيرة وبتحل مشاكلنا، إذا ما حلتها الله يسامحها. الأهم من مشاكلنا الفردية هو حل المشكلة الأساسية اللي تصاوبنا نحن مشانها. حابب أعرف، كأنه برأيك لازم يتغير الأسلوب تبعنا بمكافحة الإرهاب؟ أخي حسن، أنا ما تغير الطريق التفكيري. تستمر مكافحة الإرهاب على حالة، بس مكافحة الإرهاب هلأ تتطلب منا حلول استراتيجية أوسع من هيك بكتير. إذا نحن اليوم ما طرحنا هاي الاستراتيجية، مع الأسف رح نضل نتوجع كتير. أنا بعرف إنه مراد على مدار راح بشكل شخصي وأضع على رأس المنظمة اللي اسمه شاه ميران، وكمان بعرف إنه هو اللي عملها، بس صحافتكم كذبت ونزلت منشتات باسم واحد تاني غيره. معناتها اللي عم يكافحوا الإرهاب ما عم يكافحوا الإرهابيين بس، عم يخوضوا النضال بكل الساحات. ما أنا هذا يلي عم حاول أقوله من زمان. مراد علم دار أخ عزيز واستلم الرأي منا وكمل، وطبعا كلياتنا لازم نساعده، بس أمثاله لازم يسمعوا من أصحاب الخبرة يلي مثلنا، اللي قضوا حياتهم بهذا الشغل الخطر والصعب، ويستفيد من تجربتهم من شان ما يغلط. معلم، كانت كارا ما بتعرف أي رابط؟ لا عبد الحي، من وين بدها تعرف؟ معلم، شاه ميران مشان مين درب هدول؟ مشان أمثال جمال؟ إلا ما يكون عطاهن معلومات خاصة. ما بعرف يا عبد الحي، بس نحن ما سألنا البنت وين تدربت مثلا، أو إذا راحت على قنديلي. ليك يا أستاذي، أنا قتلت كتير ناس ودفنتهم بإيدي. على الأقل لا تقول أبو الشيء لي. طلعنا على المحكمة وتبرأنا، ليش ما أولى؟ لا ما تبرأت، انحكمت. شو ما كان، راحوا جماعتك وعملوا كشف ونكشوا المكان، نحن شو بدنا نروح نعمل؟ أكيد في شي غايب عن العين يساعدنا. أنا نظفت البيت، شو بده يكون لسه بقيان؟ خلصنا. إذا خلصتوا شغلكم خلونا نروح. خلصنا معلم، خلصنا. ميماتي بده يروح معي اليوم، عملوا اللي بدكن تعملوه من دونه. مانك أخذي ميماتي لتسلمي، ما هيك؟ معلم، لو بوسق بلساني كنت رحت سلمت حالي من زمان. الأستاذة عم تضيع وقت، عم تقول يمكن يكون في راس خيط ببيت كنان. ايه روحي لحالك وشوفي.
مو ماماتي نظف البيت؟ لنشوف إذا نظف شيء له لزوم ولا لا. حكي فاضي. ماشي ماماتي، رح تخلي مرتك بالسجن هيك؟ ما رح يلحق لعرسنا بواحد وثلاثين أيار. خلي سلوى تضل. أوف، ماشي معلم ماشي، انتو روحوا وأنا بلحقكم. ماشي. تفضل. لهي مفصل هويات اللي لاقوا سلوى، اتصلت فيهم وقالوا رح يقدموا إفاداتهم. طيب شكرا، رح احكي معهم بعدين بلغ المدعي. يسلموا، يعطيك العافية. على كارا، جمال ما بيخليني عيش. انت خلص عليه وطلع من هنيك، لا تفكر بالباقي. لا تنسى، هاي احسن فرصة لتخلص من المنظمة. يا قليل الشرف، شو هدول؟ كنت لازم لحق البضاعة معلم. ولك يا غبي، أنا ما قلت لك ما بدك تلفت نظر؟ شو بتعمل إذا وقفوك وفتشوك؟ خلص ما بقى تنحط. ما عاد ممكن بقى. طاعوا له حسابه لهذا الغبي. امشي معي أخي امشي. شو شايفك تعوات على الكمبرادورية رفيق شاهين؟ تركني هلأ من النقد. جبت لي أخبار من الرئيس؟ في عنا شحنة مهمة كتير، والجمهورية كلها ملاحقتها، بيقلك تتعد منيح. ياما نقلنا لكم شحنات مهمة كتير، لا تخافوا. لوين بدها تروح؟ السيد متى طالب انه يجتمع معك، والسبب لانك عم تضغط عليه كتير. انا عم اضغط عليه؟ ما قتلته، شو بده اكتر؟ وبما انك ما قتلته يعني ناوي تبهدله، وهو بيعرف هالشي. بدي اياه ياخد جزاءه بالسجن نتيجة اللي عمله بالناس. ما بتحب تقله هالحكي بوشه؟ هو بيعرف هاد الحكي. كل شخص له الحق انه يندم، حتى لو كان هذا الشخص خاين؟ إلا إذا كان عم يخون عن قصد. لا، بس الناس بطبيعتهم بيغلطوا، يمكن يخونوا القيم اللي بيأمنوا فيها وحتى بيكافحوا من شانها بدون ما يقصدوا. شلون بتصير الخيانة بدون قصد؟ الخيانة ما بتصير بدون قصد، بس اللي قصدته إنه مو كل غلط خيانة. الخيانة هي الإضرار بالبلد، والخاين هو يلي بيقدم هي الخدمة للعدو بإرادته. أنا بعرف إنه متى قدم لكم خدمات كتيرة، بس رغم هذا الشيء مين بيقرر إذا كان خاين ولا لا؟ الختيارية بدهن منك أنت تقرر، لهيك في فائدة من لقائك معه. بس هذا شغلي بشوفه. شو رح نعمل هلأ؟ رح ننتقل للنظام الرئاسي؟ عم ندرسها. ليش سألت؟ ما كان عندك فضول لهيك شغلات؟ لأن المجتمع متوتر، ونحن بمرحلة انتقالية من الرياضة للسياسة ومن الإرهاب للاقتصاد. لازم نطلع مؤسسات جديدة وممثلين اجتماعيين جداد. نحن مضطرين نتابع المرحلة الانتقالية بانتباه. هي أسهل مرحلة لاستفادة الإمبرياليين يلي عم يحاولوا إنه يلعبوا من خلالنا، وإلا ما بيصير نظام رئاسي ولا برلماني ولا حتى شبه برلماني. المهم بالوقت الحالي هو تأسيس ثقة مواطننا بالدولة. شو ما صار وشو ما كان في أغلاط بالماضي دمرت هاي الثقة.
المهم هو إبراز القيم يلي عملت من الأمة أمي، وغير هيك لازم نجمع الناس على هدف مشترك بيتعلق بالمستقبل، وهذا واضح. تركيا رح تصير دولة كبرى وعلى المستوى العالمي، وبهالشي بنقنع الناس. بكفي ليلى، خليتيني دور بكل سنتي. كينان هون كان موجود؟ ايه هون كان موجود باللحظة اللي ضربته فيها سلوى، ما هيك؟ ليلى بدك تجننيني؟ قوم الزلمة وقتله مرة تانية؟ يلا خلصينا، ما عاد في شيء. ايه الحمد لله. ميماتي تعا ساعدني لنسحب هاي. يا الهي الهمني الصبر. بعد هيك ماشي. ارتاح قلبك هلا؟ لا ما ارتاح. شو عم تدوري؟ هذا المريض ما جاب البنت لهون لحتى يقتلها. ليش لكان جابها؟ لو سلوى ما قاومت كان رح يغتصبها. ليلى أكيد هو صورها لحتى تبقى معه طول العمر. بكفي بكفي. تدريبنا كان بقنديلي. بعد ما اجيتي لهون رجعتي على قنديلي؟ رحت مرة. شلون رحتي؟ في رجال المنظمة هنن يلي أخذونا، بس الرجال تبعنا كان خاص لأنه رحنا بالسر عن المنظمة. الرجال الخاص هو اللي لازمنا، وين ممكن نلاقيه؟ إلكن عندي بشارة يا رفاق، رح تروحوا على قنديلي مشان تشاركوا بنضال شعبنا العسكري. انتوا كملتوا تدريب المنظمة النظري بنجاح كتير كبير، وهلأ الدور على العملي. سيد الرئيس قد ما شكرناك بيكون قليل، وبالآخر نحن كمان رح نروح نحارب في سبيل تحرير أرضنا. ايمتى رح نروح سيد الرئيس؟ رح تطلعوا الصبح بكير. سيد الرئيس بعد إذنك أنا بدي روح ودي عيلتي، فإذا بتسمح لي أنا بروح وما بتأخر. شو أنت عميله له؟ شو هالحكي هاد يا رفيق؟ أنا رايح على الموت مشان شعبي، يمكن ما بقى أشوف عيلتي أبدا. ما تخليني أحرق عيلتك كلها، نحن هون عم نحكي عن تحرير شعبنا وانت عم تفكر بالعلاقات الاقطاعية. سيدي أنا ماني رايح، الإمبرياليين عم يستغلوا عيلتي بالمدينة للنخاع وبدك ياني أتركهم هون؟ الشعب هو شعبنا كلياتنا، بالنتيجة نحن عم نحارب مشانهم. أنا رح روح. نحن سمعنا من هالكلام الدرامي كتير يا رفاق، هذا كلام حلو بيخترعوا العملاء لما بيتحاصروا. نحن هلأ عم نحارب، بالحرب في شغلتين هنن المنظمة والقيادة، هدول المفهومين حطوه براسكن، هدول أهم من أي شيء، لأنه منظمتنا وقيادتنا هنن يلي رح يوصلونا للتحرر. ممكن نعمل أي شيء بس ما ممكن نشكك بهدول الشغلتين. العملاء السافلين حاصرونا، اتسلحوا يا رفاق. يلا يلا يا رفاق، الدور عليكم، راح تخوضوا اول معاركنا. انا لازم فوت امحي وثائق المنظمة. يلا يا رفاق يلا.
رفاق انا هلا رح سلم حالي، وانتو لا تموتوا حالكم على الفاضي. وقفي، شو عم تعملي؟ انت عميله؟ استسلمت. واقف، لا تقوصوا لا تقوصوا. تعي لهون، تعي. كم شخص في جوا؟ لسه في 3 رفاق جوا وكلهم طلاب جامعه. اتركوا السلاح وسلموا حالكم، نحن ما بنأذيكم. تعال هي الجهة. عبد الحي انت خليك. ليش معلم؟ شو رح تعمل انت؟ بما انه بعت الشباب من هون معناتها رح يهرب من ورا. ارمي سلاحك ولا تخليني اوصك. انا مستعدة اموت ولا بسلم حالي. انتو ما بتعرفوا غير تقتلوا اصلا. انتي بدك تحاربينا من شان هاد؟ كان عم يحاول يهرب من ورا. انتو كلكم خونة. سلموا للمخابرات. ماشي معلم. انا عم بنزف، خدوني على المستشفى. انت ما راح تروح على محل، لسه لنا شغل معك. انا بدي استفيد من قانون الندم. شو ليش واقفين هيك؟ انتو عندكم قانون ندم وانا بدي استفيد منه. عبد الحي، برايك هذا ندمان؟ لا لسه معلم. سألوني شو ما بدكم لجاوب، أنا جاهز لأي شيء. جمال، شلون بده يودي كارا على قنديلي؟ كارا؟ أنا ما معي خبر بهيك شيء. هذا لسه ما ندم. معلم، هذا عم ينزل نبطه 10 دقائق وبروحها. لازم تاخدوني على المستشفى. قلتلكن أنا ما بعرف شي. إذا ما بتعرف ما بتفيدني، ليش لا تركك عايش؟ شاهين بيشتغل بالشحن، هو يلي بينقل الشحنات السرية تبعنا. إذا كارا مع جمال رح يروح عن طريق شاهين. برافو. شايف يا عبد الحي، هلا بلش يندم. وين بلاقي لشاهين؟